اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده صدور الفراخ دايما محددين اقامتها عند ان احنا نعملها بيكاتا، نعملها سكالوب ببانيه، نعملها كفته. النهارده جاي على بالي اعمل صدور الفراخ محشيه بالخضار والجبنه اللي بيسموها في المطاعم الغربيه الكوردن بلو. هنشوف نعمله مع بعض ازاي بطريقه بسيطه وسهله، وسهل عليكي ان الحشوه ما تطلعش من صدر الفرخه لغايه لما ناكله مع طبق مكرونه سباكيتي بالبقدونس. بقدونس يا اخوانا مفيد جدا وقيمته الغذائيه عاليه جدا. طبعا البقدونس زيه زي الريحان، ولكن الريحان ممكن ما تلاقوش دلوقتي او مش الموسم بتاعه. احنا البقدونس بديل له مع تومه مع كريمه لباني، هنعمل طبق مكرونه جامد جدا. ولكن الحلو النهارده اشوفك في المشمش، مربة المشمش. مربة المشمش لما نحط عليها معلقة قشطة الصبح كده والفطير المشلتت او العيش الفينو وسندوتش كده بالواحد ما ينزل على السلم بتاع البيت هياخدوا درجتين حتى لو هو 10 ادوار. مربة مشمش وقشطة احلى فطار الصبح مع كوباية شاي. هنعمل مربة المشمش بالجنزبيل ونشوف شخصيتها بتيجي من مادة جيلاتينية ولا من القوام بتاع المشمش. اكيد في تفاصيل، تفاصيلنا صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. لما بقول معنى كبير وطعم جديد يعني بأقل تكلفة ممكنة ممكن تخش المطبخ بتاعك وتعملي كل اللي نفسك فيه، لأن معاكي شيف شاطر تقدري تعتمد عليه في مطبخك. الكوردون بلو هنعمله ازاي مع بعض؟ مقاديره على الشاشة. صدور فراخ، خضار مشكل، بسلة، جزر، فلفل، بقدونس، الخضار اللي عندك، سبانخ تبقى فلة، ومعانا جبنة موزاريلا، والمقادير على الشاشة تقدر تصورها بتليفونك أو تكتبيها ورايا. أنا بوطي النار على المشمش لأن لازم هنا علشان تنجح معاك المربى لازم توطي النار، خلي بالك ده مهم جدا على فكرة. بس خلاص أهو وأسيبه على النار. حلو الكلام، نشيل الحاجات دي كده ورا. تعالوا مع بعض نشوف إزاي هنعمل صدور الفراخ محشية بالخضار والجبن، فيها شغل يعني. صدور الفراخ في كبير وفي صغير. انا عايز اقفل النار دي كده، دايما احبش انا التبذير. النار اللي شغال عليها هي اللي شغاله، والفرن مولع على الفاضي بسخنه مثلا. ايه المشكله لما ارمي فيه خمس ست حبات بطاطس على خمس ست حبات بصل، شويه بتنجان، اعمل بابا غنوج يعني. ما تخليش النار شغاله على الفاضي، ده قصدي من الكلام يعني. حلو الكلام. هنمسك صدر الفرخ ده كده، حلو، ونمسك بقى نروع عليه زي الفل. اخد الموزه بتاعت الفرخه دي كده هقطعها وارجعها احشيها تاني عشان انا عايز الصدر ده لوحده كده. ونفس القصه هنا كده الموزه. على فكره ممكن تعملها، تخلي الموزه دي تعملها بكاتا، بكاتا بالليمون او بكاتا بالمشروم او شوربه الفراخ بالمشروم، او تعملها شوربه الفراخ بالشعريه. انا بديكي تفاصيل صغيره يعني. الفرق دايما صدر اي فرخه بيبقى فيه موزه، الموزه الحلوه دي كده، القروشه دي، دي تتعمل بانيه لطيفه جدا يا شفيق على فكره. انا احب اكلها قوي، احب اكلها قوي مع الليمون والزبده تحميره كده بس. اه والله العظيم. بص بص دي بس بتستوي، بس يا غمض عينك تفتح عينك تكون استوت. دي زي الفل على فكره، حلوه جدا، انا بحبها والاطفال بيحبوها على فكره. عندك طفل صغير كده ممكن تعملها له تبقى حنينه على اسنانه، عندك ماما تعملها لها تبقى ايه بشويه تبقى حنينه على السنان. هنمسك الصدر بالشكل ده كده، نفتحه من هنا كده فتحه زي الجيب. والسكينه ما تروحش للاخر، اوعي تعوري ايدك. شفت الجيب ده؟ الفتحه دي بتتم بالشكل ده كده. شفت؟ هي دي، هي دي. تمام، شفت الصدر تحس ان هو يعني ايه جاهز. نفتح دي كمان مع بعض. السكينه اهيت، وامسك السكينه طرف السكينه بالراحه. ولازم تكون سكينه ايه رفيعه، ما تكونش تخينه. بصي وتيجي عند اللقطه الاخيره دي كده ما تاخدهاش للاخر. نبص كده نشوف الدنيا ازاي. نفس القصه اهي. نشوف دي كمان. نفس القصه. حلو، ونشوف ده كمان بالمره. الصدر يبقى تحت ايدك كده العالي. صباعك عليك كده بالشكل ده كده. نفس القصه. سكينه رفيعه، ما تجيبيش بقى سطور وتفتحي تبوظي الصدر. لا
تحت ايدك السكينة تمشي كده تحس بيها. حلو الكلام. بص شوف الدنيا اهو ده. ده بياخد حاجات كتيرة، وتحشيه لسان، تحشيه روز بيف، تحشيه مرتديلا، زي ما انت عايزة بقى الحشوة زي ما انت عايز. بس ايه افضلهم يا شيف؟ خضار وجبنة موزاريلا. والخضار ده اختياري برضو، تقدر تجيبي خضار بسلة وجزر. انا هعمل خضار على ايدي دلوقتي على فكرة زي ما انت عايز. انا هعمل حاجة لطيفة برضو على فكرة، والله جه على بالي. شفت الموزة دي؟ ممكن احطها هنا كده. شفت بقى الاختراع ده؟ شفت الاختراع ده؟ اهو الموزة جوه اهي تستوي زي الفل، واحط الخضار هنا زي ما انت عايز. بس ايه المشكلة لما انا اعمل تشكيل طبق واعملها جنبها كده تبقى ايه؟ مناب للولاد. مناب يعني ايه؟ العيال كلها تاكل والضيوف كلها تاكل، مفيش اي مشكلة. لازم تكوني وزيرة اقتصاد في البيت. مش تجيبي لي السمكة البوري تحشيها لي جمبري، تجيبي لي البول، لا لا كل حاجة كده تبقى لها تفاصيلها، وتجيبي لي صدور الفراخ تحشيها لحمة مفرومة، إيه المشكلة؟ أجود وأنوع وأشكل السفرة بتاعتي. تعالوا نعمل الحشوة بتاعت الفراخ وإحنا شغالين مع بعض. اللهم صل على النبي. معايا شوية خضار زي دول كده، بسلة على جزر، وهخلي الباقي أعمله سوتيه أقدمهم معاه. حلو. معانا مع الخضار ده شوية جبنة موزاريلا، معانا بصلاية ناعمة، حلو، شوية بقدونس حلوين. احنا شغالين مع بعض كده. نقدر نحط كمان يا عم الشيف فص ثوم ني حلو، كل دول مع بعض. معلقة فلفلة حلوة، حشوة، مكعبين من الزبدة في الحشوة. حلو قوي. بهاراتك يا عم الشيف، فلفل اسود وشوية ملح مع بابريكا، كل دول اهو. برضو معلقة كركم، كركم لطيف، الفراخ بتحب الكركم، لون الاصفر الحلو. عشان كده التندوري، تندوري تشيكن ياخد كركم. ايه هو الكركم؟ دي شجرة بتدينا بهار الكركم، اللي بيطلع منه الكاري، واللي بيطلع منه سبع بهارات. كل دي توابل؟ اه. حلو قوي. نقلب كل دول مع بعض مع الزبده مع كل ده. اه شفت الخلطه دي؟ وادعك الزبده كده اهو. شفت كده؟ اه. ليه الزبده يا شيف جوه الحشوه؟ الله يرضى عليك، فدنا بالمعلومه لغير المعلومه. الزبدة دي بتدي طراوة وبتدي طعم وبتدي تيست للحشوة دي في حالة تسوية الحشوة دي داخل صدر الفرخ. آه. شفت الحشوة دي؟ آه. حاجة جديدة. آه. آه. زي الفل. عندي كريمة لباني، باخد شوية كفاية. شفت ازاي؟ آه. حشوة لها تفاصيلها. ها عملتها قبل كده؟ سامعك والله، جديدة ها؟ بس خلاص. تعالوا بقى نحشي الفراخ بتاعتنا دي كده بالحشوة اللطيفة دي. وعندنا جبنة موزاريلا دي بعدين هنحطها برزنتيشن مع الخضار اللي احنا هنعمله جنب الفراخ الصدور دي. أجيب طاسة. الطاسة دي بجيبها كده وأخليها بالشكل ده كده. بسم الله. تسخن كويس، بحط فيها شوية زيت مع زبدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكعبين زبدة حلوين عشان يحمروا الفراخ دي بسرعة. حلو. وعود روزماري حلو كده في قلبيها. شفت الجو ده؟ الجو ده. وعندي روزماري برضو هنا، بعمل حاجة حلوة. باخد الروزماري ده اسقطه هنا كده. الله على الريحة، ريحة الروزماري في قلب الطاسة قلب ريحة الاستوديو. حلو يا عم الشيف. نقلب كده ونيجي بقى للفتحة. بص الجيب، بص الجيب، الجيب عمران، الجيب فيه خيرات الله اهو. بص بص على الحلاوة. اه بالمعلقة كده. اه وجود الزبدة هنا مع الكريمة اللباني مدي قوام وشخصية للايه؟ للحشوة. ما تخليش البسله تجري. اهو 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 عينيا اهو اهو. شفت ازاي؟ اهو اهو احشيه زي ما انا عايز. اهو شفت الجو ده كده؟ اهو واقفله كده. يا ويلي ايه يا شيف ده؟
بقى سندوتش. بصي نعمل واحد كمان، معلش خلونا اعملهم كده عيني مع بعض. شفت الصدر ده كده بص المعلقه دي اهي، واملى بقلب جامد، ما انا فاتح فتحه صح، شفت دي كلها حشوه بالمعلقه كده، واخلي الصدر في ايديا كده واقفله كده، وانا بقفله اهي القفله دي هو ده لا مش محتاج اي حاجه تخيط خالص. هوريك دي نعمل ايه دلوقتي، خلونا بس شباب ايه نطلع بيها دي كده قبل الفاصل، عشان التركية دي مطلوبه قوي عشان انت لو حطيتيه دلوقتي زي ما هو كده الحشوه دي هتطلع بره، ازعل انا بقى. شفت الحشوه دي واقفل كده بالراحه الله الله يرضى عليك يا ولدي. هنخلي دول كده وسرعه كده سريعا، النشا مع الدقيق اهو، دي مهمه جدا، دي الخطوه بقى اللي بتقول ايه الخبره الطهويه نشا ودقيق. حاضر حاضر عيني حالا، دي مهمه جدا، ادي النشا والدقيق مع بعض كده، واحط عليهم شويه ملح وشويه فلفل عشان يبقى التوبنج بتاعنا له طعم، ده مهمه جدا على فكره، ما يبقاش التوبنج سكه والحشوه سكه، يعني قصدي الحشوه بتاعت الفراخ حاجه والتغليفه حاجه. النشا مهم جدا على فكره، هو اللي هيدي شخصيه كمان للايه هناخد الصدر زي ما هو كده نضغط عليه جامد كده الله ونيجي عند الطرف ده كده نحط شويه دقيق، زي زمان امي كانت تقفل الايه الحله بتاعت الكسكسي بالدقيق والميه شفتي شفتي قفلت اهي، طاسه على النار العب وناخدها كده بص على الحلاوه بص على الحلاوه زي ما هي كده اهي. تعالوا نعمل كمان مع بعض تاني اهو كده ونضغط عليها، وانت بتضغطي ايدك بايدك كده بايدك كده ونيجي عند الحرف ده كده تحط شويه الدين مع النشا دول هي التركيه هنا، هي القفله دي اهي القفله دي اهي شفت ازاي الصدر معايا، بسم الله بقى صدر دي كرومي سبحان الله ربنا مبارك فيه نفس القصه حاضر بص شويه دقيق هنا كده دول مهمين جدا في الفتحه بتاعت الجيب ونقفل كده قفل خلاص ونعمل كده يلا على الزبده والزيت، زبده وزيت الاثنين مع بعض شفت صدر الفرخه اتحول لصدر دي كرومي في قلب الطاسه. استاذن حضراتكم بعد الاداء الطهوي والخبره الطهويه اللي حضراتكم شايفينها دي كده هتعملي طبق جديد النهارده اسمه كوردون بلو على طريقه الشيف المغازي. هنطلع فاصل صغير ونرجع اشوفك في المشمش، مربى المشمش، صدور فراخ محشيه بخبره طهويه، جبنه وخضار، معانا كمان مكرونه سباكيت الاطفال الحلوين بالبقدونس والكريمه. اوعى تروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل بقلب صدور الفراخ، لقيت ست المخرج في وداني، شيف لازم اشوفها. حاضر عينيا، عايز اشوف الصدر ده خد قالي لون البرونز الحلو، والله قلبت واحد وقال لي ابدا لازم دي ما تفوتنيش بص يا غالي بص بص تفاصيل صغيره ولكن يا راجل يا طيب يفتح مين بس؟ الجيب اتقفل على كده باللي فيه ونسيبه على النار. شفت الله، كل اللي هنعمله مكعب زبده عشان عايز شويه صوص حلوين تنزل الكريمه عليهم بعد كده اهو. شفت الجو ده كده النار اخبارها ايه يا ويلي احب اشتغل على الغاز واشوف النار قدام عينيا بصراحه يعني بس كده تمام، علينا النار على اختمام زي الفل. هناخد شويه شوربه او شويه ميه مغليه صغيرين كده نحطهم على صدور الفراخ دي كده عشان ناخد البخار الجميل الحلو اهو. شوف هعمل ايه دلوقتي، هعمل ايه، اوعى تحط على الفراخ هنا كمان شويه لازم يبقى فيه تكنيك كده لعمليه السوق. بس خلاص نغطيها وسيبيها شويه بس خلاص، والفراخ على النار اخبارها ايه شفت خلاص استوت الفراخ. هشيل بعد كده الفراخ دي اقدمها مع خضار سوتيه
ومكان تسويه الفراخ اللطيفه دي اقدر ان انا استفيد بيها في طعم المكرونه او ان انا اعملها صوص احطها على الفراخ. هي دي المدرسه الطهويه. شفت الفراخ والصوره تعني مليون كلمه بتفاصيل صغيره. الله عليك لما تشتغل بمزاج يا شفيق. ايه ده صدر الفرخه في قلب الطاسه دي كرومي، هنغطيها ولا اسيبها مكشوفه؟ قول لي. اه انا مش عايز صراحه امشي واخلص، انا عايز اقف جنبها اتفرج كده على الشاشه. اه 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 الله 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 على الحلاوه، الله على الجمال. لا 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 انا هزين لك الصوره دي قد التاتش بتاعي بقى. شوف التاتش ده كده، شوف التاتش ده كده، هو ده اهو هو ده. واغطيها اغطيها. اه العب. ايه ده انا عاجبني قوي الموزه، الموزه عجباني قوي، والروزماري هنا داخل بقلب جامد، والفليفر والطعم وريحته الاستوديو. ايه الجمال الحلاوه ده. بعتذر للاساتذه طبعا المذيعين ومقدمين النشره الاخباريه بيشموا الروائح، بس هم اصحابي دلوقتي خلاص بقينا اصدقاء. ليه؟ خلاص عرفوا وقدروا ظروف الشيف في المطبخ بعد ما طلعنا في شهر رمضان الكريم، وان شاء الله هنعيد اللحظات الجميله والاوقات الجميله دي. نقفل. حاضر يا فندم. اهو عطلتني. يلا تاني. بصلايه توميه. الله شوف الفراخ، شوف الفراخ وشقوتها، شوف الفراخ وشقوتها. ايه الحلاوه دي يا عم؟ ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ شويه كريمه لباني كمان. لا لا الصوره هنا يعني حكايه روايه حدوته. هو ده. الله اكبر على النار. وغطيها نار هاديه بقى، لازم الفراخ تستوي، خلي بالك. اه دي ما تستعجليش عليها خالص. اه نحط الفراخ، نشوف الفراخ بره ايه. زي الفل جاهزه، نغرفها مع بعض. سيرفيس حلو زي ده كده. تعالى يا طيب القلب معايا طاسه على النار. الطاسه دي بحط فيها مكعب من الزبده، معايا شويه خضار سوتيه حلوين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو وناخد الخضار السوتيه بتاعنا ده كده مسلوق. الله هو ده. شويه زعتر عليه حلوين. تقديم بقى ليه الشياكه اللي هو البرزنتيشن. اهو شفت الجو ده كده. هو ده. اه شويه الخضار تاكل صوابعك وراها. اقوم اعمل ايه انا بقى؟ اسكت؟ لا. اجود؟ اه. افتكس؟ اه. ده روزماري. اه حلو في قلب الخضار. روزماري ماده عطريه، المعده بتزغرط لما بتشوفه. اه بتزغرط زي العروسه كده، ام العروسه لما بتزغرط ليله الايه الفرح بتاعها وليله الحنه. آه. ليه يا عم الشيف المعده؟ لان المعده عايزه حاجه ريحه حلوه، زي بتكون قاعده في صالون حلو كده وعايزه ايه، جايبه اغلى فرش واغلى حاجات واغلى قطن، وعايزه برفون حلو، عايزه ريحه حلوه، عايزه بخور فيه مواد عطريه. المعده الكولون ده مليان حاجات كتير قوي، فعايز ماده عطريه، ريحان، روزماري، حاجات الجميله دي، بردقوش، الحاجات دي بتدي فليفر للريحه الحلوه وبتهدي الكولون وبتهدي المعده. ده ناخد الخضار ده كده. اه لا طعمه مختلف. هتاكليه في المطاعم كده والله ما تاكليه ولا تلاقي الكلام ده خالص، ولا تلاقي التجويد ده كده. ليه انت اشطر يا شيف؟ لا بحب احب شغلك. انت بتشتغل وبتطبخ لاولادك مش مقابل فلوس، انك انت بتحبيهم، اسرتك، اهلك، ضيوفك. اه قابلني ولا تغديني. اه الفراخ ناخدها نشيلها بقى بشياكه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. فين البتاع ده اللي بنشيل بيه؟ هو ده اهو. تعالى يا غالي. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم لا ثمنه غالي ده. ده فيه يا باشا خبره طهويه. انت بتهزر؟ الحشوه تطلع منين؟ اللهم صل على النبي. اهو ده. فين الموزة؟ اهي نحطها هنا؟ ماشي حاضر. انا معلمها خلي بالك، دي بتاعتي انا. اهي موزة، ودي كمان اهي. حاضر حاضر. والله ما اعمل حاجة غير لما تقول لي، وانا بعمل حاجة غير لما بتقول لي. انت حبيبي. ده الروزماري.
صوص الليمون ده. الليمون ده بقى اعصره كده. حاضر، الليمون ده بعصره كده واشيله بره كده. بص بص العصره دي اهي، بص السلايز الليمون اللي انا حاطه. حاضر يا ست الكل، عينينا. حاضر حاضر يا فندم. ناخد الليمونه دي كده، ناخد دي كده. مش بقول لكم الخبر الوحش اللي بسمعه لا كشف عايز نخلص خلص اخوانا، ما انا بشتغل سيبوني عايز نخلص. شايفين الصوص ده كده؟ ده اهم حاجه شوت الصوص دول، اهم حاجه شوت الصوص دول يا عم الشيف. ننزل كده اهو ده. انت مستني اللحظه دي مخرجنا، انا عارف حبيبي. بس خلاص كفايه عليها. نيجي لست المكرونه الحلوه. بص شوف هيعمل ايه، شوف الشيف هيعمل ايه. اهو انا مش هعمل حاجه، مش هعمل ايه سهلة، ده انا في شغل هنا لازم تجيب اللحظه الجميله دي. خلي بالك انت حبيبي. يلا بسم الله. براحتك. حلقتنا النهارده فيها شويه كلام كتير، سامحوني ما بقدرش اسكت لما بلاقي معلومه غير معلومه ما اقولهاش، ما اقدرش اسكت لما الاقي حاجه حلوه اقولها لحضراتكم. اتعودت على كده وده اسلوبي وعاجبكم الحمد لله وراضيين. عملنا مربى المشمش لطيفه وجميله بتكنيك حلو وبطعم بطعم تاني. عملنا صدور فراخ بيسموها في المطابخ الغربيه كوردون بلو، المطبخ الفرنسي يعني يسموه كوردون بلو، احنا هنقول فراخ محشيه بالجبنه والخضار زي ما حضراتكم شفتوا مع خضار سوتيه. عملت طبق مكرونه، مكرونه المغازي زي ما شفتوها كده، بعشقها، خفيفه على المعده وخفيفه على الجيب. يعني رؤيه فن ابداع. بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.